انطلقت ست فعاليات دورة دولية للملاحة الشراعية التي تحتضنها ولاية مستغانم على مدار 5 أيام بمشاركة 8 دول أجنبية على رأسها البطل الإفريقي الأنغولي، بحيث سيتنافس أكثر من 58 رياضيا في اختصاص متفائل على الجائزة الكبرى للدورة. أنيس بن حالة بعث بالتالي. التظاهرة الأولى ديال المستغانم ديال اللي هي دولية، وكنتمناو هذه تخد تكون عبرة على الدول المغاربية كلها والعربية كلها، باش يخدوا العبرة من هاد المستغانم اللي هي دارت هاد التظاهرة اللي هي في مستوى. وين هذه الدورة الأولى عرفت مشاركة 8 فرق من 8 دول، اللي هي وي بيي من هنايا الجيري بيان سور، اي 7 بيي من 6 اغاب، اي ليكيب دو انغولا. انغولا كي سون شامبيون دافريك لو تيتر دو 2016 2017 ريفيان ليكيب تاع انغولا. جيتني الجزائر باش نشارك في بطولات افريقيا، وبغيت ان شاء الله نشارك وندير شي مقام مزيان ان شاء الله.